هلو، اتمنى لكم يوم جميل. معذرة عشان عندي برد وصوتي هيكون عجيب شوية معاكم. النهاردة هنعمل شنطة تريكو بإبرة رقم 6 وخيط زي ما انتم شايفين خيط سلسلة. شكل البكرة دي اهو، وانا ما استهلكتش اكتر من البكرة اللي انتم شايفينها حاليا، وده كمان الباقي منها، فيعني شنطتنا بتوفر جدا. كل اللي احنا هنعمله هنشتغل بالغرزة العدلة طبعا تريكو، وعلى اساس ان انا هبدا شنطتي بالعقده الطويله. تمام، طبعا اصفه في البدايه الغرزه نفسها الكاتيتوريال تلاقوه موجود في صندوق الوصف زي ما انتم شايفين. خيط اهو بنزل كده، ياخد من هنا لهنا واسحب. اوكي، والغرز زي ما احنا عارفين بدخل بالطريقة دي، خيط اهو الفه على الابرة اللي تحت واطلع بالابرة اللي تحت اللي قدامي كده، ونزل اللي على الابرة الشمال بالشكل ده. طبعا مش هدقق قوي معاكم على الغرز لان هي اساسا شرحناها من قبل. وللناس اللي لسه اول مرة تشرفنا، انا كريستال بعلمكم هنا كروشيه تونسي، مكرمية، تريكو، وحتى الكروشيه العادي. وشغلنا النهاردة في شنطة صيفي شكلها حلو، ينفع نشتغلها بانواع خيوط كتيرة، ولكن ده المتوفر عندي. الغرزة العدلة زي ما احنا عارفين ظهرها بيكون غرزة لوبة، فبدخل كده الخيط اهو الفه على الابرة اللي فوق واخد واطلع البيت برة. طبعا لما باجي الف على الجانب التاني بلاقي الغرزة اللي قدامي دي غرزة عدلة، وبفضل شغالة بالطريقة دي. ولو لسه اول مرة تسمعوا عن اي حاجة في التريكو، فهسيبكم دلوقتي مع تيتوريال للغرزة دي تقدروا تنفذوها، وعلى اساس ده هتنفذوا الشنطة معايا. اللي انا هعملها حاليا هي الغرزة العدلة، شايفين هدخل كده في السلسلة. تمام، الابره اللي انا دخلت بيها لتحت والابره الثانيه انا ماسكاها على ايدي اهي، دي بتكون لفوق بالخيط اللي انا المفروض شغاله منه، وباخد كده والف عند الابره اللي تحت. اوكي، عشان اطلع شايفين ايدي بروح طالعه من هنا. انا طلعت خلاص، بس عشان الغرزه دي تنزل لازم ارجع الابرة بتاعتي كده لورا وازيح كده. انا معايا الغرزة دلوقتي على الابرة اليمين. اوكي، بصوا الغرزة كلها اهي شايفينها، انا بدخل فيها كده. تمام، خيط الفه على الابرة، انا ماسكاه بايدي اهو عشان ما يطلعش. ماشي اهو، بعدين شايفين واخدين بالكم الابرة اهي، بروح كده واطلع بالطريقة دي. وعشان ازيح الخيط مش كل مرة طبعا هطلعه بصوابعي، بعمل كده بيروح هو طالع. وبعد ما شفتوا الغرزة تعالوا بقى شوفوها في شنطتي شكلها عامل ازاي. ترى زي ما انتوا شايفين الشنطة ده منظرها. تعالوا كمان ناخد المقاسات، ومقاس الشنطة دي الطول بتاعها 29 سنتي، عرضها 22. طبعا مش هي دي الشنطة، الشنطة دايما بيكون ليها جوانب، فبنفس الطريقة اللي شفتوها في الفيديو هنشتغل الجوانب مع بعض. وطبعا عرض الجوانب زي ما انتي عايزة، على الأساس ده هنبتدي نشتغل ونجمع دلوقتي الأطراف دي، وهتكون الشنطة بتاعتنا كاملة. فكل اللي احنا هنحتاجه الخيط بتاعنا، طبعا ده شكل البكرة زي ما قلنا، وهنحتاج ابرة تنظيف والولاعة لان الخيط ده مش بيتقطع بمقص، وبس مفيش اي حاجة تاني، وكمان كبسولة مغناطيس. يلا بينا نجمع الشنطة. طبعا زي ما انتم شايفين ده الشكل. عرض الجوانب دي لو حابين تمشوا يعني على التكة عرضها حوالي 8 سنتي، ودول حوالي 10 سلاسل. اوكي، زي ما انتم شايفين اهو
ابتديت انا بقى العرض ده بقد ايه عشان يطلع معايا، ابتديته بحوالي 29 سلسلة، وده تبع الخيط اللي معايا، يعني سمك الخيط اللي معايا اهو تمام. فلو انتوا الخيط بتاعكم اعرض من كده او اخف من كده فانتوا طبعا هتزودوا او تقللوا تبعا لحجم الخيط. ابرة تريكو رقم 6 ما تنسوش، لازم تكون ابرة ضخمة على اساس تعمل لكم الغرز واسعة وقاعدة جنب بعضها كده زي ما انتوا شايفين. الخيط اهو، طبعا انا بسيب زوايد، اللي بتابعني من زمان عارف ان انا بسيب في اطراف الخيط قبل ما اقطع مثلا حوالي 20-30 سنتي، فبتهون عليا لما اجي اشتغل التنظيف بتاعي واقفل الشغل بالشكل ده. طبعا كمان دعمت الشنطة بتاعتي بالبورو زي ما انتوا شايفين، استخدمت خيط يوازي شوية لون الشنطة على اساس ان ما يكونش فيه اي تفاصيل، لان الشنطة ملهاش قاعدة، قعدتها دوران بالطريقة دي، فحابة انه لما اجي اقفل الشنطة الدوران ده يبان، وبعدين لما اجي ادوس عليها ما يبقاش يعني مطبقة في بعضها. لان طبعا التريكو زي ما انتوا عارفين رخو، حتى لو الشنطة مش تريكو برضو احيانا بتكون كتير قوي رخوة. فاستخدمت البورو وثبته زي ما انتوا شايفين على القطعة المستطيلة بس، يعني مش هثبته هنا تمام، هثبته بس هنا وفي القطعة الفينش اللي انتوا هتشوفوها بعد شوية. تمام، وهحاول اعملها زي الزجزاج يعني بالطريقة دي كده تمام، داخل طالع كده بالشكل ده. طبعا التجميع بيكون سهل لما بنكون زبطنا كل حاجة، وزي ما انتوا شايفين كل حاجة معمولة بالمقاس فعليا، فمش هتغلبوا خالص يعني كده. اول الجوانب هجمع الجوانب الباقية وهرجع لكم على اخر جانب. طبعا الشنطة زي ما انتم شايفينها عميقة اوي من جوه وشكلها كويس. شنطتنا بقى فيها كام تركاية لازم تعرفوها، وهو ده اللي بيميز شكل الشنطة. اول حاجة هعمل 5-6 سلاسل زي ما انتم شايفين، طبعا هشتغلهم كده لحد الطول اللي انا عاوزاه، ودي كده اول حاجة. هنرجع نثبت القطعة اللي انتوا شايفينها دي في القطعة بتاعة الشنطة، وده هيعمل لي تمازج بين الطول شكل كده بالعرض. وبعدين هنبتدي نعمل فيه تركاية تانية بخيط الخيش او حبل ايا يكن نوعه تمام. استخدم معاكم ابرة. الصف الاول من السلسلة ممكن انزل تحتيه وممكن اروح على الصف ده على طول وابتدي اشتغل زي ما انتم عاوزين. نفذوا على طول بقى من عند اول سلسلة، وابتدي اخد طبعا الطرف ده كده عشان مفتوح قوي، كل طرف سلسلة بروح الضفيرة اسحب واعمل منزلقة. اخر حاجة في القطعة دي انه باخد كده واسحب واطلع على جوه وعلى طول منزلقة تمام، وابتدي اتوه الخيط، مش بنسيبه كده بالولاعة وبنلزقه لجوه تمام. طبعا ده ينطبق على اي خيط احنا اشتغلناه. الشكل بيكون زي ما انتم شايفين كده. القطعة دي مفروض دلوقتي تلاقي القطعة دي ويبقى ليها زي فرام. طبعا بما ان الفرام مش دايما في مصر بيكون بمقاسات، فاحنا هنعمل حاجة صغيرة خالص بديل للفرام. هنعملها بايه؟ هنعملها بخيط الخيش. طبعا ده حبل خيش مش خيط خيش بشكل يعني اهو، سمك مثلا 5 ملي او حاجة، مش رفيع قوي ومش سميك جدا. هنبتدي نشكله كأنه الفرام، لان احنا هنستخدم كبسولة مغناطيس في الشنطة بتاعتنا، وعلى اساس ان هي يعني كأن ركب لها فرام. طبعا الماتيريال اللي انا بستخدمها دي بستخدمها على اساس التبسيط، لانه البنات اللي بيكلموني سواء بقى من اليمن سوريا بيكون مش عندهم الامكانيات دي، حتى بتاع الخيط اللي احنا بنستخدمه ده متوفر، فشوية ببقى حابة انه المسائل تكون معاهم ابسط. فانتي لو عندك فرام يناسب القطعة دي ركبيه وامشي بنفس الخطوات بس على الفرام مش على الحبل. هدخل الخيط بالطريقة دي وهحط الحبل بتاعي. الحبل اخليه من الداخل، اخليه من الخارج، انا وكيفي. اهم حاجة الحبل في النهاية هيكون كده اوكي،
متغطي خالص كده على الشنطة، يعني مش هيبان منه اي حاجة، هيبقى كله كده. عشان كده قلت لكم هو بديل للفرام زي ما انتم شايفين. وطبعا الديل ده سايباه عشان بس اقدر اتحكم في الحبل بتاعي. طيب لو حاسة ان الاطار ده او الحبل ده رفيع، ادمجي الحبل تمام، او استخدميه حاجة تكون اتخن منه. اوكي، وابتدي برضو نفس الطريقة، اعملي كده وانسجي على الاطراف. هننسج على الاطراف من هنا، الف ده كله كده وارجع تاني للجانب. بعد ما اخلص المرحلة دي نقفل الشنطة مع بعض ونحط لها البطانة وكل التفاصيل الجميلة دي. ولكن شوفوا مبدئيا شكل الشنطة حلو قد ايه، كيوت. اي نعم لونها كئيب شويتين، ولكن شكلها مميز جدا. كده انا خلصتها من جوه زي ما انتم شايفين، ودعمتها وركبت الكبسولة تمام. طبعا الكبسولة دي هتتشال دلوقتي تاني عشان نعمل البطانة، نحط البطانة. اوكي، بس زي ما انتم شايفين وده اللي ادها المنظر اللي انتم شايفينه من بره. ده البطانة يا حضرات، هي بطانة عادية جدا، كيسة اهي، مقاسها 26 سنتي، والطول وهي متنية كده برضو 28 سنتي ل 27 سنتي، بس هي تحديدا 28 سنتي. هستخدم طبعا ابرة وفتلة عاديين، ممكن تستخدموا بلاستيك شفاف اللي هو الخيط اللي زي كده، بيكون خيط بلاستيكي وشفاف لو انت يعني مش بتقدري ان انت تخفي الغرز بشكل يعني يكون مش ملحوظ. انا بستخدم نوعية البكر دي، مش عارفة اسمها للامانة، هي يعني انا بجيبها من وسط البلد، من سيدة عيشة والاسواق اللي من النوعية دي، بيبيعوا بواقي البكر ده فانا بشتريه. اوكي، بيكون البكر حوالي ب2-3 جنيه حاجة زي كده، احيانا بيكون ب5، بس يعني بتقعد اكتر بكتير من نوعية البكر ده تمام. وكمان نوعية الخيط ده بتكون اخف بكتير من الخيط ده، فالخيط ده انا مش بحتاج ادمج الخيط كذا مرة، فبقدر ان انا اشتغل، والخيط معايا بيكون رفيع قوي فبيساعدني ان يكون مش ملحوظ. اوكي، فده حاجة. زي ما انتم شايفين البطانة، والبطانة لازم طبعا انا مش واخدة المقاس عشوائي، هي طبعا كانت بطانة سابقة مستعملة في حاجة تانية، بس ايه انا يعني اخدتها وكده. المقاس مش بيكون عشوائي، المقاس بيكون من عند القاع من الشنطة من جوه لحد ما يوصل لبره هنا بالزيادة. اوكي، زي ما انتم شايفين انا هنا طبعا كنت مقفلة شوية بسيطة من البطانة، على اساس طبعا ان هي كانت لشنطة تانية، فهاجي كده واروح فكة الاجزاء دي ومخلياها حرة. ايه السبب؟ السبب بسيط جدا، ان الشنطة هو ده العمق بتاعها، الباقي البطانة المفروض تكون حرة فيه بالشكل هنا. وعلشان اريح دماغي هعمل كالاتي، هاجي كده من عند بوز البطانة من تحت تمام، عملت لها كده زي شنكلة بسيطة، وهاجي هنا كده عند المنتصف في الشنطة ومن جوه. اوكي، وهدخل واروح طالعة من بره. فبطبيعة الحال البطانة بمقتنياتها هتبتدي تدخل جوه لحد القاع تمام، زي ما انتم شايفين على طول استسلمت وبقت مميزة جدا. طبعا بصوا البطانة هنا مش بالعرض المطلوب، هعمل كالاتي، اطلعها تاني هنا كده، هي بالعرض المطلوب اهو وبالطول المطلوب، فانا هقفل الحتة دي تاني. طبعا كده اصبح عرض البطانة هو اللي 28 سنتي، وطولها هو اللي 26. وزي ما عملنا في المرة الاولى برضو نفس الطريقة، وبرضو عند نص الشنطة، وهاخد كده وهطلع. ك
كده الشنطة بتعشق في الجوانب بالظبط. اوكي، وهاجي هنا طبعا البطانة على قد الجزء ده، نص الفتحة كده عند نص الجانب هنا. اوكي، وهبتدي اثبت بشكل شبه مخفي من الجوانب من تحت لحد فوق. طبعا اول حاجة لازم اثبت الفتلة، وفي المرحلة دي مش بتكون يعني اسهل حاجة، بس برضو مش بتكون بالصعوبة اللي انتم متوقعينها، عشان كتير سألني على تريكات البطانة. تريكات البطانة ان انت يكون عندك صبر، تمام، من بعدها كل حاجة ان شاء الله سهلة. عايزة حتى تثبتيها كده بمشبك او دبوس ضخم، مشبك ورق اهو، يعني مشابك الورق اصلا ميتة معايا في المواضيع دي. سهلة طبعا كده وهتكون بسيطة ان شاء الله، بس انا يهمني اخر حاجة تحت ان هي تكون مرتاحة، وهاخدها اطلع بيها وارجع ادخل برضو بحيث ان هي تكون مخفية. طبعا انتوا مش باين لكم حاجة، بس ان شاء الله هتبان حالا. حاول ادخل في مكان يكون مخفي قوي مش باين، حتى لو شغالة في خيط بلاستيك تبعي نفس الخطوات على اساس انه ما يبانش ديفوهات في شغلك. طبعا هي اتبطنت ببور ومن الجوانب ومن كل حتة عشان تبقى شايفين المرونة البسيطة دي، وفي الوقت نفسه شكلها مش متأثر. وانتي بقى بتشيل الدبوس خليكي حريصة، لان البطانة طبعا بطانة سيليا وستان، كل ده بيخليها خفيف. اوكي اهو، وطبعا هنا كده مش هخيط حاجة دلوقتي. هعمل ايه؟ هقفل من برا واطلع اثبت الجانب التاني الاول. ليه؟ على اساس ان لما اجي لما اتني الشنطة، انا كده ثبتت البطانة، هاجي هنا بقى واقص الجزء ده طبعا لان هو مش متوصل، فلازم اقصه ببساطة عشان البطانة تكون مريحة. تمام، غير كده هتبان ان هي مش على المقاس. همسك هنا بقى كده بنفس الدبوس او دبوس الدبوس دي، ابتدي الاول اثبت هنا في الجوانب الشنطة، فاخلص الجانب ده زي ما عملت بالظبط الجانب ده. طبعا ثبتها وبدأت على طول تظهر لها ملامح. دلوقتي بقى لازم نريح الجوانب بتاعة البطانة، وبرضو نثبتها على اساس انه لما اجي استخدم الشنطة، الشنطة ما تكونش طالعة يعني مشدودة في النص وهي بس شكل من بره، لا لازم تكون بنفس العمق اللي هي باينة بيه من بره. وده بيكون خطأ اغلب الاوقات في البطانة، ان انت شديتي البطانة بزيادة فمريحتهاش، فحصل معك كل الضربات اللي احنا بنحكي عنها دي. فلازم نريح البطانة. نريحها بشكل ازاي؟ نريحها بشكل ان هي ما تكونش مشدودة اهو. اوكي، شايفين في فروق اهو، انه بين ان هي عاملة كده او ان هي نازلة كده مرتاحة. زي ما انتوا شايفين هنا بس ثبتها، طبعا دي هتتفك بعدين مش دلوقتي، بس هتتفك. اوكي، دلوقتي بقى موضوع الجزء ده اهم حاجة، وده لازم يكون متقن قوي 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 وانت شغالة. ف ببساطة شديدة بصوا الجوانب، طبعا انا ريحتها بالمقص اهو. اوكي، على اساس ان هي تكون مظبوطة، يعني هي في الحقيقة كده، بس انا ايه ريحتها بان انا فتحت بس بالمقص كده صغير. دلوقتي اول كبسولة، اول كبسولة هنشيلها. طبعا الزيادة هتنيها، هستخدمها عادي. اوكي، فهنا مثلا مكان الكبسولة اهو.
زي ما انتوا شفتوا المراحل، وبفتحها لبره كده اساس تكون اكتر ثبات. يعني لو قفلتيها على بعضها كده احتمال الكبسوله تتحرك من مكانها وكده، لكن الطريقه دي يعني ما بتتحركش ابدا، تفضل ثابته، وفي الوقت نفسه كمان كانها هي موجوده في الشنطه كده لازقه. ولازم طبعا الكبسوله تلاقي التانيه اهو، مفيش اي حاجه كده مشدوده من بره او ان هي شكلها عجيب. يبقى دلوقتي فكرة التقفيل، قلنا ليه بقى ان احنا هنفتح دي بعد ما نخلص، على اساس ان البطانة تكون حرة، لو انا عايز اشيلها اشيلها، البطانة تطلع لبره فتتغسل بسهولة، فاهميني؟ فهي بس عشان كده مش عشان حاجة تانية، لو طبعا مش عايزة خلاص. وبكل بساطة التانية كده بصوا تنزل هنا عند الحافة هنا وتتقفل بالشكل ده، وبشكل طبعا يعني بسيط قوي وبالراحة خالص، وناخد وقتنا يعني فظيع، فاهميني؟ على اساس ان هي ما تبانش معانا ابدا. شنطة شيك، والخيط ده مش هو الاساس فيها، خيط عارفين الخيط الميتاليك اللي هو كان طالع كده وبقاله فترة كده مكسر الدنيا، هو ده الاساس فيها. بنعمله تريكو او كروشيه تونسي زي ما انتوا عايزين. الخيط نفسه بيكون بلاستيكي قوي، فيفضل فيه التريكو اكتر عشان تبيني شكل الغرزة وقد ايه هي بتكون فخمة فظيعة. تعمليها باللون الذهبي، الفضي، الفسفوري، الوان كتير جدا ممكن تعمليها بيه، او خيط الرافيا. بصوا شايفين الشكل بقى عامل ازاي، على طول اندمجت ودخلت كده لجوه، لان البورو طبعا طالع لبره فبيبينها ان هي مختلفة. وطبعا واحنا شغالين بنقفل البطانة لازم نقفل البورو، لان البورو طبعا كده مش متقفل. وطبعا كده البورو لما يتثبت بعد ما اخلص هنا وهنا من الجوانب هتني بالطريقة دي، وابتدي برضو اشطب هنا، وبعدين هريح البطانة تاني وارجع من هنا. وبس خلاص، الشنطة دي مش اساس فيها ان انت تحط لها بطانة او تحط لها تدعيم، ولكن انا حبيت اعمل المنظر ده على اساس ان يكون اكتر اتقان واكتر يعني احترافية. وكده شنطتنا فعليا هتكون خلصت، هشطب بس الحاجات دي وكده تكون الشنطة بتاعتي خلصت. ويلا بينا نشوف شكلها النهائي عامل ازاي.